ذكر رحمة ربك عبده زكريا وَلَمْ أَكُنْ
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام
قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام قال رب
ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم.
صوفيا وحنا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فمن دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليذهب لك
يفيدك الله يفيدك ويقويك. قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيرا صوما
الذي فيه يمترون
ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بها أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكين
تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم. من آيات الله البينات من سورتي مريم والبلد تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا مع تحيات مؤسسة